عمتي الله يخليك، خليني أشرح، خليني أتكلم. إيش تشرح وإيش تتكلم؟ اللي مثلك ولا كلمة. عمتي الله يخليك أبوس إيدك علشان العشرة بس اللي بيني وبينها. العشرة؟ كنت أتمنى محافظ عليها. أي عشرة؟ شوف، أنت مالك كلام عندنا. عندك أي شيء؟ روح لأختها فاطمة وتفاهم معاها. يلا لو سمحت. عطم دفاك. ماشي. اللي تشوفون. العشره